الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فحن كل حجرنا كتاب كي حيل الطالب العلم درسي لبعض عن سو قارني قضب كتب دباد التحلي برونق العلم. التحلي إن لشكو قرحيو ولا شكو بلضيو برونق العلم، علمي قروح ذيسة. التحلي برونق العلم حسن السمت توصنان ونكسن والهدي الصالح يدقا ونكسن من دوام السكينة يضأو لدائما دقنان والوقار حسلوني والخشوع خشوع والتواضع استردك ولزوم المحجة وضد طوصا إن لقبصده بإمارة الظاهر يضو أنت مقتل عمري والباطن أنت قرصون ومركة إن قتمد يتقوذ إلهي كعمرا والتخلي إن لقفق هذا عن نواقضها برياشة إذن إلا قفوا ذوحي برين لها مركة رونق العلم وحاكينا انت طبعا إن شاء الله يوحان سجار أدو الاستقني السمت والهدي وحي كوكال الدوينيين هل كان مركة يرى ضوضو بهم بانو دو المرني وعن بسيرين رحمه الله وحلق وري إنو يركانوا وحي أحيان ذاتي هري يتعلمون كوي برته الهدي لقن كي برنجرين كما يتعلمون العلم سي علم قبرانيان كلمة الهدي وحان تلماني إني تهيب سيدي لو توظيفين لها شرائع الدين من السنن سنن النبي صلى الله عليه وسلم لقصو وريي لنقفك مسلم كامر كان لقن تلمانو لقن كيسو إسلام إذا نكهل لنا مسلم وليوحان كهل لنا مسلم طالب علم ونكهل لنا. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله أنه قال لرجل النبي الحكير حدثنا إنه ورنا نوشك حديثي نوشك ولا تحدثنا عن متماوت قف مركا يسو آدي آد ليزي وأه أما با أنا هين قفر فرعون نحبه نوغي شيء ولا طعان مدتك دوريس بضان نحبه نوغي شيء يعني معنى قفك وحلقا قاضان ينو النقضي قف عن متماوت هين ومعنى يدوى ما حيقفر فرعون ينو النقضي وفي سجدا دنسا هبع حه نوغ الشيغ ولا طعان حه نوغ الشيغ نو من إساق الدوريس بضان لكن محل ربا قفر فرعون إسلام مركا أنا عرب كيس لقبت بدا رواهما الخطيب في الجامع لا خطيب الخطيب البغدادي بحكوري كتاب كيس الجامع. وقال مركو حر يجب على طالب الحديث قفك حديث برانية وحواجب كؤه أن يتجنب إنو كفقاضه اللعبة عيارتا والعبث ديشة مش ديلو سكف الفلاضة والتبذل إن أو مركا ونقضة قف حمان لي ماذا في المجالس فديادة مركا لي سوي ماذا قف مبتذلة ابتدال فحلو لدي إذا قف سافل إن النقضة أو ليتو وبمعنى معركة دتك إن دوها ذا كدعة مركو عينو إسكي إلى التبذل في المجالس إنو لي ماذا وحلي ذا سأوكينا يوه بالسخف فضيد والضحك قصل والقهقهة إنو كحكح لايو وكثرة التنادر وحيامه نادر كمان ترى إنو شاقه حال لها وإدمان المزاح إنو دائم وكدكتو كفتنك والإكثار منه إنو بضيو فإنما يستجاز وحال بنيسا من المزاح كفتن كحقي سحاله كهذا بيسيره انت ير ونادره انت مرمر بعضا وطريف انت اقوانا كسن طرافض كجرت والذي المتك لا يخرج او لا يخرج انا انكسر قفك عن حد الادب معركتي ادب اذابته سهذنت اذا انكسر وطريقة العلم وعلم وضد الامر الله. اما متصله متكي سيسك الصعداء جوكتذا حريركا يوفاحشه مكي سحن يوسخيفه مكي سمكسنمد سخف يفضيد كجره يسفهاء كجرته يوما أوغر يوحى هوريه من حق سحار وكأهذا
السدور الآبها وضدك اسكدره وجلب الشر شرط أن سوجيد فإنه كاس مذموم مدله إذا ارتيوي وكثرة المزاح كفتن كترضى بضان إيو الضحك إيقصل كان يضعه وهوصب أدق من القدر قفك شرفتيسة ويزيله حون زول المروءة مروءة ذي قفك أولها مروءة طبعا يضو معاني ذا ترضى بضان أي وشيغان ضدك شرح ياي رنتي مد أفصومالي كهل بيج مكرتما لكن قفك وحكست إيوانا كوكو بحين كارا مرتبة ذا نقار أدق كارا إلهي أكتيسنا مال سركو جالسين كرا أعين الناس إن أتكوين أن كرتيد وحلا وح الشرع أديك هاس كل دي كرا أدت أكتو ذا ليدنا أتك كاجا إيمان كرتين أتكفوا جاتدوي وقد قيل وحلا لمن أكثر قفك بذي من شيء بذية دو سوء العرف به والوع قن صذاب كي سدا أهاب على الدها فتجنب مرك كفوا هاتيك السقطات بعد عياضات في مجالستك مركات فريس ما لها فريس نهضت كلا فريس نيسي إيو محادثتك مركات وشي كينيس وبعض من يجهل ذاتك جاهلين تقاركوت يظن وحيمو ذان أن التبسط في هذا إن أرن كان ليس ترحتغو أما لغفر فرناضو أما وقفك إنو آدي وقفك هذا أريحية إنه تهي وح مركا راحة لقرها ذيني يعني بحاد ديري ما أنتن إنان كفتن ترى ضبضا كفتن ترى ضبضا إنه لن ما نوادر أن شاقنو تاسي مودا لكي تاس يضو حد كي كاساري كرتابير وعن الأحنا في من قيس وعير قال وعير جنبوا كفو غي مجالسنا فقارها أنفريسان إنه هلك أنفريسان إنه ذكر النساء هوين كشيك شيك قوذي والطعام راشنك يعني ما أنت ننضمر يالغا الشيك إن تنا سانا إي تنا سانا إي تنا مناسب ما أنت نن شيك الضمر إلا وضو إراشنك إراشنك أنبا يعني ما هو حرك يسوقي ما ذنوا إني أبغض الرجل وان عابير قفك يكون وصافا نن ما أنت لأن محن عابير مركو يهي مد ما أنت لأن تلمامي لفرجه حوينتي سترنك إيو بطني علوشيس ما أنت لأنه وحو أروسي لها إيو حفور لها ما أنت لأنه كوم شقو سنادا إيو علوشي كوري دين لها ما أنت لأنه وحن بالعناء يكم يكم بالإسكو عنانب وهلق وانك سيهم بل وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء وحكوصة أرهري محدثي إلهي وإلهام كسيي أمير عمر مخطبها قضاه كقرك لمن تزين قفك إشكوق رحي بما ليس فيه وحآن كسبنان أو إسجي أن لجهل شانه الله إله بعيباني يعني علمي هذا لهنا دا شيك شيكتي مالون بفذي حبسة وحاذا لهنا دا ضمضة إسجي سام بانا هاي سام بانا هاي كريم بانا هاي ديقس بانا هاي جيسيا أننا دا ذو وحاذا معركتي هذا أهين هدا إشكو شيكتي مرهم با إله سبحانه وتعالى كعبين والعياذ بالله مركوا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور وفك وعوسا هيسا وإله أنسين ضدك أمه جئين وحيستو كدركسين هاي وعلم بدي مر الزور إساق حرا وانظر شرحه لابن القيم هلك أقول الله تحل بالمروءة مروءة هدا أن يشيقين إيادنا مركا إيادا إسكو قرحي أو بالله تكدي محلق وذا التحلي بالمروءة مروءة ذي أن هذا صار شرح النبي إن لا سوق روحي وما يحمل إليها يوحى إياذا كجارسين كرا مركا مروءة ذا ووحى وناكسا إن لأباره وحمنا لقفق هذا وما يحمل إليها وحى إياذا كجارسين كرا كوحى مباري كرا ومن مكارم الأخلاق أخلاق ذا تيذا وناكسا وطلاقة الوجه وجه ففرنان وإفشاء السلام سلام تأول الباهي واللفافي وتحمل الناس ذاتك ما أركتي لبت أي هيسطو إن مركا دبرك اللوريتو وما لوضو القاتو لبت لبت يجا كاري ماذا أما با إن يجا مركا جور مت كاجا بهذان إنك تحمل كالتي ويو إن نقطة يوال أنا فتي إن تكسن تاكتد لو نقطة قف ما أركتي أنا فأي كجرتو لكن سنتاج جاسوي اللي توي من غير كبرياء يذو قبوين أن كوجرين يوال عزة قفك إنه مركا وجوانيما يشرف الضرام من غير جبروت يضم مركا ضدك أنو مكدر دورينين والشهامة إنه ماشي راديو قف مركا جيسينيما يكم وقت في غير عصبية لكن أنا عصبي أنا هينو ومركا أنا هين معركة من نين يسوي عصبية أصعدة والحمية إنه نقض قف أنا فله في غير جاهلية لكن جاهلني وأنا سأنهين
bimacnaa waa maxay labadan way isku dhow yihiino, qofka bimacnaa wixii dulmi inuusan u gegsan ama u adkaysan, waxalla wixii ma aragtay khaldanna waa inuu anafa ka muujiyo, laakiin casabiyan waa inaysan kaa noqono, iyo jaahiliyiin inaysan kaana. Jaahiliyadii iyo casabiyadii labada waxay kulansadaan inay qabyaaladii iyo kale ma aragtay kan u hili kan ka hili iyo kan dulmi iyo kan ku dudukee iyo waa inaysan kaa noqonin. Laakiin waxaa laga rabaa qofka taalibcilmiga ah inuu marka kelmaddan marka lasoo ururiyo walanafa iyo walcizza iyo washahaama walxamiya kale prodneska kulminaya qofka inuu noqdo qof isaga bacd allaahi isku kalsoon, qof isaga bacd allaahi noocan ma aragtay waxa xun iskala sareeya. Macnaheeda maaha inaad khalqiga ilaah iskala sareysid maaha, ama xaqa aad diidid maaha, laakiin waxaa la rabaa wixii xun waa inaad muujisaa inaad diidantahay. Wacaleyhi iyadoo taa laga duulay fatanakab, ka fogow khawaarim almuruua, muruuada aan soo sheegno waxyaabaha dhaawacaya, oo fii tabcin, hadduu tabci noqon lahaa, aw qowlin aw raah aw camalin wax la sameeyo, aw xirfatin ama wa shaqo mihaniyatin la qabanayo, yani meherad xataa la qabanayo ama hawl la qabanayo, aw khullatin ama xaalada radi'atin iyadu liidata, kalcujbi inuu qofkiis cajab geliyo, iwarriyaai inuu istustus ula yimaado, iwalbatari iyo badraannimo iyo kibir ula yimaado, iwalkhuyaalaai faajayrtan isqaadqaad ula yimaado, iyo ixtiqaari alaakhariina kuwa kale inuu liido, iyo waqashayaani mawaatini riibi halka meelaha ay shakigu ka iman karo inuu maantana uu daboolo uu joogo meel lagugu tuhmi karo, war haddaad meelaha qaarkood iska istaagtid xoogaa tuhunbaa marka iman kara qofka taalib cilmiga, waxaaso dhan inuu ka fogaado. Marka khawaarij muru waxaa ka mid qof markuu dabcigiisu uu adkaado ama hadalkiisu adag yahay ama dadsu ula dhaqmay oo kale, ama shaqooyin waxaa jira adiga aanan kuu qalmin haddaad tahay taalib cilmi ama caalim ama daaciya tahay, shaqaan kuu qalmin baa jirta, iyo sifaatka kano oo halka dadka laga abaaraba cujbiga iyo riyaha iyo intaa waxay ka mid tahay waxyaabaha aad iyo aad u fool xun. Attamattucu bikhisaali rujuulati, in qofka uu ku raaxaysto ama uu ku sifoobo raganimadii axwaasheeda. Tamattuc bikhisaali rujuulati, raganimo waxa ay tahay ama raganimadii oo loo baahnaa xaaladaheeda marka laga helo, oo min ashajaacati geesinimo ah, iyo shidati alba'si, mid aad iyo aad ugu dardaran filxaqi xaqa inaad noqotid, iyo makaarim alakhlaaqi akhlaaqdateeda wanaagsan, iyo albadli inaad bixisid fii sabiili almacruuf wada walba ee wanaagsan, hadday kelmad noqon lahayd, hadday shilin noqon lahayd, hadday juhdi noqon lahayd, xataa tanqaaca duunaka amaalu rijaal, ilaa ragga aanay kaasoo haweysan, xataa tanqaaca ilaa ay ka go-do duunaka adiga sokadaada amaalu rijaali, ragga yaridiish, yani inuu ilaa heer qof aanu kusoo haweysan, yani noqo markay geesinimo tahaan nin aan lala tartami karin, markay tahay xaq u taagnaan nin aan lala tartami karin, markay tahay akhlaaq nin aan lasoo haweysan karin, noqo markii khayrka la bixinay wax walbaba inaad noqotid first number one inaad noqotid ilaa qof kusoo haweysta la waayo. Wacaleyhi, faxdar haddaba ka digtoonow nawaaqidaha, waxaas hadda aanu soo sheegnay buriyaasheeda, oo min dacfi ljashi, qofka qalbigiisa inuu nugeyl uu soo galo, iyo qilati sabri iyo gegsi yaraan, iyo dacfi lmakaarimi iyo akhlaaqdii wanaagsanayd ee la yidhi halaysku biladayo inay hoos u dhacdo. Fa innahaa iyadii maxaa yeele tahdimu lcilma, cilmigay markaa hoos u dhigtaayo shiidaa, wa taqtacu llisaana, carabkana waa ay goysay, can qowli lxaqi xaqa qofka inuu yidhaahdo, wa taakhudu wayna qabanaysaa binaasiyatihi qofka kan foodiisa, ilaa khusuumihi ay u qaadaysaa qofkii ay ishaysteen cadowgiisa, fii xaalatin bay xaaladaasoo talfaxu ay ku gubayso, bisumuumiha naarteeda amaba gibilayda ah, fii wujuuhi saalixiin kuwa suusuubna wajiyadooda min cibaadii addoomadiisa ka mid. Bimacnaa waa maxay waxaan markii qofka uu ku dhaco maxaa imanaya, waxaa imanaya kow cilmiga halkaa ka baxay, qof xaq sheegi kari ma tihid ilan idan adaa nawaaqid la yimid, muxuu noo sheegay baa lagu leeyay, kan soo kii sidaa ahaa maaha, muxuu noo sheegay baa imanaysa. Marka waxay marka noqonaysaa khusuumkaagi dadka cadowga adiga kugu ahaa baa wadad u furta, wadadaas maxay noqonaysaa wadada macnaa xaalad adigu wajigabaxnimo aad meeshii kala kulantid, noocan ma soo dhoweyn la-aan meeshii ay timaado, qofkiina uu kaa helo uu kaa helo ma aragtay weak points uu kaa helo, haddii marka bunda debal laga helana iyada dhibteeda marka leeda. Hajru attarafi, qofka inuu ka fogaado tarafka. Tarafku tabcan markay culimmadu ay tilmaamayaan qofka inuu faajo faajooda, laakiin tarafku waa qofka inuu aad iyo aad ugu tarax tago
raashinka uu cunay inuu marba uu noqdo number one, dharkiisa number one inuu noqdo, gaarigiisa number one inuu noqdo, maantana maarka iyo kan iyo kan iyo howlihii dhalinyarada in xoogaa ha ku fogaani, laa tastarsil ha ku taraxtegin, fi ltanacumi walrafaahiyati, nicmaysiga iyo maaragta rafaahiyada ha ku taraxtegin. Maxaa yeele fa ina albadaadata, sida xadiidka uu muujiyey qofkii inuu raf noqdo, min aliimaani iimaankay ka mid tahay, oo bimacnaa kuma khasbanid mar walbaba in aada noqoto qof maaragta elegantii kuma khasbanid. Wakhud qaado biwasiyati amiiri lmuminiina cumar bnu khaaab, cumar khaaab amiir lmuminiina dardaarankiisa qaado fii kitaabihi lmashhuur, kitaabkiisii ama dhambaalkiisii, fii kitaabihi lmashhuur dhambaalkiisii caanka ahaa uu ku qoro, fiihi waxaa ku qoran waiyaakum, dadow iska ilaaliya, waatanacuma inaad ma aragtay nicmada ku tarax tagtaan, iyo wazaya alcajami dadka cajamta ah dharkooda inaad xirataan iska ilaaliya, watamacdaduu noqda kuwa markaa aada iyo aada khushuuno isgeliya, oo noqda dad iyagu la mid ah Macad ibn Cadnaan noqda, wakhshawshinuu markaa is adkeeya oo wax ma aragtay aada aada u adag oo wada kaaki ah, oo dhar wada kaaki ah, wada xirta wey. Marka tamacdadka waxay dhahaan kelimadan waxay ka timid nin la dhihi jiray Macad ibn Cadnaan baa aada iyo aada ugu caan ahaa dhar saan oo kale inuu gashto, dhar kaaki oo raf ah oo ma aragtay isaga dhansi si kale ah oo ayuu marka ayuu xiran jiray baa liyay. Marka tanacumka tirada badan oo maanta dhan ma aragtay labadan iyo labadana saan isku ahda iyo taa iska ilaaliyo, watamacdadu marka noqda dad gashta ama xirta dharka kiisa aada adagoo sidii Macad ibn Cadnaan oo kale noqda, wakhshawshinu nicmada iyo rafaahida tirada badan intaad ka fogaataan, xoogaa taqashuf yar haydin galo oo ma aragtay xoogaa isdhagxaayo oo ma aragtay marka qaarkiis qofka inuu ma aragtay isagoo ay ma aragtay kala daasan tahay ha iska baxo, waxba kuma jabna, wacaleyhi iyadoo taa laga duuliya, faswara haddaba ka leexo, can zayfi lxadaarati ilbaxnimada ma aragtay beenteeda oo musayafka ah, fa innahu kaas maanta haddaada ilbaxnimaan raadinaya, yuanithu ltibaaca tabic tabciga rag ninka ragga ah ayuu dhidigaynayaa qofki, wuxuu ka dhigaya qof ma aragtay ragannimada halkaa ka baxaysa, wayurkhi wuxuu debcinaya alcasaaba qofka casaabtiisa, wayuqayiduka wuxuuna kugu dabrayaa bikhaati lawhaami wahmi wax aan jirin xargihiisu kugu dabrayaa, qofka maanta dhan waxaad la haysataa celebrity hebel, waxaad la haysataa kii caanka ahaa, waxaad la haysataa adduun kale, waxaad la haysataa adiga dhan maaragtay waxaa leedahay my home in my mind baad guraysaa maanta dhan adaa marka isu muuqda qof cilmi baranaya hawsha laguma talagelin. Wayasilu lmujiduuna, markaas wuxuu yidhi dadka sida dhabta u shaqeeya ee dadaalka badan way gaarayaan, liqaayaatihim yoolowgooda ayay gaarayaan, halkay u socdaan bartilmaamoodkeeda way gaarayaan, wa alxaal anta lam tabrax, adoo aadan ka tegin makaanaka meeshaada. Maanta dhan ciyaal hebelaan ahaa, maanta dhan waxaa nahay ma aragtay hebelsaan, maanta dhan marka fulan intaad ku mashquulsan tahay dad kalena way ku dhaafeen, jaamacadaa lasoo dhameeyey, waxbaa lasoo bartay, shahaadaad baa lasoo qaatay, waa la shaqaystay, waa la guursaday, waa la hormaray, lacag baa la sameeyey, cilmi baa la bartay, aduguna maantana waxaad ma aragtay leedahay marada hebla iyo shaatiga hebel ahaa iyo suunka hebel ahaa, maantana intaad ku mashquulsan tahay ama meel waxaad fadhidaa ma aragtay gidaaraad fadhidaayo derbigaasa maantana ka sheekeynaysaa. Badanaan waxaa u badan dadka magaalada ku dhashay, derbi buu fadhiyaa, halkaasuu fadhiyaa maanta dhan wuxuu ku mashquulsan yahay kanaa la xirtaa iyo kanaa la sameeyaa iyo faan aan loo fadhiyin, wuxuuna mar walba la haystaa maadi tegey dadkuna way tageen khalaas. Marka wuxuu leeyahay wayuqayiduka bikhayt alawhaami wayasilu lmujiduuna ligaayaatihimna, way gaareen, wa anta lam tabrax, adoon ka tegin makaanak, adoo meeshaada fadhiya, mashquulun adoo ku mashquulsan, bitaanuqi adoo elegansi raadina, fii malbasika dharkaaga, adoo dharkaaga isqurxinaya, wa in kaana minhaa shiyaat, haba ah jiraane noocyo oo laysad muxarama aan la xaaraantin, walaa makruuha karaahiya maaha, dharka inaad xiratid xaaraamna maaha karaahiyana maaha, laakiin laysat samtan saalixan, laakiin maaha wado toosan maaha ee wanaagsan maaha. Walxilyatu wuxuu leeyahay labiska qofka isku biladaynayo, fi daahiri muuqaalka, ka libaasi bay la mid tahay, yani dharkao kale, yani walxilyatu biladana oo fi daahiri ama quruxda qofka ka muuqataay,
وروح يعني ليهنا يعني وقفك وسكوب بالله وسكوب زيني في الظاهر سيدا موقتا وسيدا موقال كسراء كاللباس الضرب لم يتهو عنوان وحي موجنيسا على انتماء الشخص قفك كان هل كأونس بشي غني بركاو أدو طبعا بمعنى أمم بانيت إنا تأذي هذا الشيء وحانا أنا هاي وحانا بركاو بلغا قصانة مركي سروال دبضة صارا هاسو دعيه مركا تحرنت هاي وحا تهوى الفهمسي مركا تحرنت هاي در مركا مسجد كسوقش عرضة دائم وقات وحا تهوى الفهمسي مركا يعني وقفكو مركا مركا الرمائن الأقري هل كاسا لغا قريو بل تحديد له إساقي سهدي مين إساقي حديد إساقي بل واسدا يعني إن لغو تصنيفي هدي الرب هل كاسا لغا فهمك وهل اللي بقى سؤالك بوحوا إلا وسيلة وضم ويان إما وسائل التعبير عن الذات قفك إنه إساق إسكوى الرمان ما هنا وحكى لما ووسيلة الله بطريق القفك التعبير عن الذات إنه أنه هبل بانا هل كاتك ديه لهيد دركا قال لغا أقر سنوي فكن حاذرا هذا بك دكتونو في لباسك دركا الحيران يسد لأنهم حايل يعبر لغيرك ذاتك كالوحو أمو جنيا عن تقويمك أذيك إن لو قيمه إيفالويشن لو سميه وحا عبريه وعبريه ذاتك عبريه في الانتماء هذا نقل له هل كآد ونسبة شيء جنيسد هو التكوين وحد كسم يسنتاي هو الذوق وحد حسين يس ولهذا قيل مركز وعليل هذا كهر الحلية وفي الظاهر حلية لبسك قفك وحرني مقالك تدل وحي موجنس على ميل في الباطن وحي موجنس وحي قلبك سكجر وإيلان أيو ومكا وقرصون يعني أذي فكر كاغو هالك وياي يا ماشات وجن جيرتيد يا هالك أي 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 تهي أما بعد أقول لي عصان تهي وحا موجنية مقالك هاي سر والناس ضدكنا يصنفونك وحا أي كوغو صنفيان أما كوغو بوص ديغيان من لباسك دركاي بل إن كيفية اللبس هبك لول بيستاي تعطي وحيسيسا للناظر قفك إنها كل الراعي تصنيف اللابس قفك درك حران إنه مركا بوص ديغو من الرسانة والتعقل هذين نقل هاي عقل قف كرسين إنه نقض وقف عقلي يشوف الديو والتعقل قف جرشل من الرسانة عقلي والتعقل جرش أو التمشخ إن الشيخ إسكدي يزيد والرهبة والرهبة أما شوف النمو أو التصابي أم عيال نمو يحب الظهور أما إنا اسمه موجينس ما حصلنا ما حم موجينس هلا قاش إنا يتعب إن عيال نمو كوجدرتو إن الشيخ إسكدي يزيد إنه نوع تصوف كوجره إن جرش إجراد كوجره قف مقله إن تهي وحاع برية درك أذى وحرن تهي إن تهي قف نوع ما هاش أهنا وحام مدين درك فخذ هذا الجشاء قاضي من اللباس درك حجيس ما يزينك وحك قرحية ولا يشينك أنا أذى كفول حمين ولا يجعل أنا يلين فيك أذى مقالا أراه لقائل قف وحان ضدك وحكاية شيجين لا يجعل فيك مقالا لقائل وحاندتك كالجانس السيني إني وحكاية رهذان يعني هنقول إن ما تلان هايلايتت أخبار تلوسوقات ولا لمزا ضرد أو للامز مركة وحعيباني أنا جانس السين وإذا تلاقى ملبسك وحاد حرنت هاي هدي كرمان إيو كيفية لبسك إيساء درك وحرن إيسا بما يتلقى مع شرف ما تحمله أو يهلده وحا أذيك لغا قادان أيو أما بما يتلقى مع شرف ما تحمله يوحا أذيك لغا قادان أيو ويوهلده شيء كانت حنبار سنتهي من العلم الشرعي علمك الشرعي شرفتيس هدي كل مان كان كحو هذا كاس أدعى كي يريس بضم أما كوب بحن بضم لتعظيمك إن لغوينه هو الانتفاع بعلمك علمك أغضتك إني نعفستان بل بحسن نيتك نيادة واناكسان أدلاء ذا يوحان وحان أولا بشتي سيدتك وحيكا قاتان يكون قربة من إله لقد واضح النقنية إنه تاس وصيلة وضل ومرو إلى هداية الخلق خلقي إن لهنون للحق الوهنون مركوح ليه واحد حرنتها لرى إيسيدة دو حرن إيسيد أو أي وهلي ذو علمك إله سبحانه وتعالى كسيوك وشرف إنت وهدي السوق التقان تاوحي كيني كرتدتك إني كويني يعني حالدتك وحيدتك كأقريان أركي حرنهم علمي أيضا يعني إنه نعفي النقضه أيو بضنته مرك النية ذا ذكر لي مرك ذكر حيران يسد الله إذا ذكر محوش يجي يلبس كان بعد حيران يا إن الإله هو دوان يسد هنا يتا وضد ذكر حق الوقت سي هنا يتا محيرة هدي قف يسوع جان جانا وضد وصاهر فريستو وتنتو أفت تجيس يا معركة مالها أي لقى صلى الله عليه
muxuu ahaa xabad furan oo meesha uu soo fariisto. Allah musta'aan, ma aragtay dhar Ilaahay og yahay oo kii Cumar bin Khataab oo ma aragtay ku riyooday la sheegi jiray uu yahay oo kale, waxaasi wax la mida. Qof markuu la soo fariyo dadku marka marka qofki wuxuu ku noqonayaa qof saaqad dadka indhahooda ka dhacay. Marka wuxuu leeyahay hadday kulmaan malbasuku kayfiyatu lbasi maca maa yutalaqaa ay weeludo maca sharafi maa taxmiluhu, waxa adiga lagaa warinayo oo lagaa baranayo oo cilmigii sharciga ahaa haddii ta ay wehlido kaana adaa. وفي الماثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حل قولي أحب أما أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثوب أبيض الثياب أحب إلي حل إجعل بني جعله أن أنظر القارئ قفك قرآن كأقرين إنان إن لها لرع أبيض الثياب يسوي دركي شعد عديهين أي ليعظم في نفوس الناس صدتك قلوب تودا النفس الدود أقوين هذا فيعظم في نفوسهم بما ما لديه من الحق أو فيعظم مركا لويني في نفوسهم ذاتك أكتوذ وقف كان لويني ما لديه من الحق وحأتي هذا وحق وليم حنجعله قف كقارية دركي سينوها در يعني أبيض در نظيف إنو حرين تامركو حكيني صدتكو إني مركا كهي بيستان لبسكو حرين markii laga hebeysana waxaa imanaysa waxa uu sheegay qur-aanku aqrinaya ee diinku sheegeen inuu dadka hebeystaan. wannaasu dadkuna wuxuu yihi kama qaala sheikhu lislaam ibn taymiya wuxuu yihi ka asraabu lqata waa shimbiraha isla duulay oo kalo majbuuluuna waxa lagu abuuray calaa tashabuhi bacdihim bibacd qaarkood qaar kale inay shabahaan, yani bimacnaa waa flocks of birds wey, yani badanoo way isku daydaan wey, dadku way isku daydaan. yani maalan waxaa laga yaabaa maanta dabcan haddii aad labiskaagu saa yahay dadkuna way kugu dayanayaan. marka bini aadamku maadaama ayhin majbuuluun calaa ma aragtay tashabuhi bacdihim bacd inay isku daydaan dadku waa aragtay mara yar baa soo baxaysa isku sii baa lo tiun baa lagu wada yaacayaa labis gaaraa soo baxaya kaasay dadku dhan wada aadayaan. maantana bini aadamku marku waa saas. mar hadday sidaa tahay marka wax adiga aad dadka ugu noqon kartid ma aragtay khayrkii aad ugu horseydi kartay xerow. fa iyaaka thumma iyaaka iska jir oo iska jir waan kaaga digaya waan kaaga digaya min libaasi tasaabi dhar ciyaaleedka ma aragtay caruurnimada amaba dharka ciyaalka inaad xeratid. wa ama libaasu lifrinji dharka ifrinjiga ah oo aan dharka carbeed ahayn fa gayru khaa'ifin calayka xukmu kaaga baqi maayo xukumkiisa oo waad iga taqaan. وليس معنى هذا تنو معنى إذا ما مرك ما أنت أن لنا هي درك وأنا ما ركتي هكبت بدينا أن لنا ليس معنى هذا أن تأتي إلى التي ماذا بلباس درق مشوه أو يسوع مرك در آدي أد لو عبي أو آدي أد فالح إن التي ماذا ما در مشوه فالح وأنا ذا لائم من هذا الإنسان اللي يجري بد أنت كجيحان وكل كشة كجيحان ويسوع أن كلا داسن وملك الجبن وأنا ذنكي لكنه الاقتصاد في اللباس لقوا على قال dharka dhexdhexayso birasmi sharci adoo marka u maraya wuxuu sharciga uu tilmaamay taxufuhu adoo marka taas oo marka ay wehlido oo ay hareeranayso bisamti saalixi toosnaantii wanaagsanayd iyo walhadi lxasani dhaqankii wanaagsanaa labada kelmo soo kala saarn watatallubu dalaa'ili dalik waxaasoo dhan aan soo sheegnay adiladooda waxaa laga raadinteeda fii kutubi sunnati bay ahaatay wariqaaq ama raqaa'iq لا سيما في الجامع الخطيب قف كربينو انت انك بضن وهله ام ادله انه هلك كرادي ولا تستنكر هذه الاشاره هديد وحباها انكرين تلمانتا هدا ام بي فما زال اهل العلم اهل العلم كما ينزول ينبهون على هذا ان ارك كبر رجنيا عادي اته في كتب الرقاق ام الرقائق اي والاداب واللباس مركي كغه ليام وحيابها الرقائق لو وحي الله وحي قلبك جلعيه iyo aadaabta iyo dharka kutubtaasaa laga hadlo wallahu aclam. alicraadu can majaalisi llahwi can majaalisi llahwi in marka uu daalibu cilmigi uu ka fogaado meelaha maalayacniga lagu hayo laa tata niyow ha dhigin saantaada bisaata man yagshawna fii naadiihim lmunkar gogosha iyo fagaaraha ay isugu yimaadaan dadka meelaha ay isugu yimaadaan munkarka un ku haya meesha ha tegin لا تطع ساندين بساطة من دول قوشي يغشون دبولي في ناديهم قوله هذا المنكر حميد فهذه حرف الله الله
marka waxay ka mid tahay macnaheedu waa maxay ha tegin fagaaraha xumida lagu hayo iyo golayaasha dadka intay isugu yimaadaan xumida lagu hayo way hatikuuna meel kaga dhacay astaar aladabi wax alla wixii aadaaba iyo wixii sutrayn lahaana meel kaga dhacay mutaqaabiyan can dalik adoo arrinkaa maaragtay ka fogaanaya la rabaa oo isku micnaha iska dhigatiraya la rabaa fa in facalta dalik haddaba haddaad samaysid faina jinaayatak haddaad niyow sidaa samaysid oo waa maxay haddaad tagtid meelaha xumida lagu hayo iyo fadhiku dirarka faina jinaayatak meel ka dhacaaga oo cala alcilmi aada meel kaga dhacday iyo wa ahlihi dadka cilmigan u nisbo sheegtay ku abtirsada aad kaga dhacday cadiimatu waweynta labiyo toban alicraadu inaad ka fogaato cala alhayshaati meelaha yoonka iyo buuqa lagu hayo atasawunu qofku inuu ka dhowrsado min allagati yoomki iyo alhayshaati buuqi meelaha sawaxanka iyo buuqa uu ka jiro waa inuu ka fogaada maxaa ile fa ina alghalata gafku iyo qaladku wuxuu dhacaa taxta allagati markuu buuq yimaado badanaa marki buuqa uu bato oo marka amaba gacanna noocan ma laysdhaafsado oo marka afka hadal iyo adinka hadal ay gaarto oo marka waxba aan loo abin wahada yunaafi adab alطalabi cilmi barashada na adaabteeda way ka hor imanaysaa wamin latiifi maa yustaxdaru huna waxyaaba wanaagsan oo meeshan la sheegay waxaa ka mida latiifka ah maa dakarahu saaxibu alwasiit fi udabaa'i shanqiid wacanhu fi mucjam almacaajim kitaabkaa waxaa ku qoran qiso aad iyo aad u qurux badan oo muhiima wuxuu yidhi anna waqaca nizaacun khilaaf baa wuxuu dhex maray bayna qabiilatayn laba qabiila isku dhacday fasacad baynahuma qabiilatu ukhraa fi sulxi qabiilo kale ayaa intay soo gurmatay u xaglisay in ay ku soo dabaalaan heshiis labadan qabiil fasacad baynahuma waxaa u sacyay u xagdiyey qabiilatu ukhraa qabiilo karo fi sulxi inay heshiisiiyaan waxay dhi labadan qabiilo bal aan dhexgalno fataraadaw labadii qabiilo markii arrinkii loo sheegay waxay raalli ku noqdeen bixukmi sharci waxay dhihin annaga kitaabka ilaah wuxuu noo xukmiyo ayaan raalli ku nahay waan heshiinayna wa xakamuu caaliman waxay marka ka dhigteen nin caalima ayay waxay ka dhigeen xaakim oo waxay yidhahdeen adiga bal ninkii faysaleyn lahaa kala garsoori lahaa arrinkeena meel saar lahaa balo ugu noqo fastadhara qatl arbacatin min qabiilatin biarbacatin qutulu min qabiilin ukhra markaasuu sheekhi wuxuu markiiba soo xusuustay afar yacni la dilay oo min qabiilatin qabiilo ka socda biarbacatin afar kale oo qutulu min qabiilatin ukhra afar kale markaa loo dilay dabcan masaladaas markuu sheegay faqaala sheekh baa maxamed yani marka wuxuu sheegay marka uu isagu wuxuu tilmaamayaa afartaas oo qabiiladaas in afartaa loo dilo maadaama meesha wax ka dhaceen afartaas la dilay afar ha loo dilo faqaala sheekh baab ibn axmed baa wuxuu yidhi mithla hada laa qisaasa fiih waxaan qisaasba ma lahan buyi meeshan maaragtay buuqa uu ka dhacay oo aan leedahay qisaas yani mmn laysu dila maahan buu leeyay waxa meesha ka dhacay faqaala alqaadi markaas intuu hadlay in hada laa yuujad fii kitaab misaa kitaabba kuma qorna waxaa sheegaysa faqaala wuxuu yidhi bal laa yaqlu minhu kitaab kitaab laga waayay male masala way ku qoranta faqaala alqaadi marka wuxuu yihi hada alqaamus waa kana buyuri waa haddaad leedahay kitaabka saa laga helaya waatan qaamuuska bal ka soo saar kitaabun maada sheegin ha waa kan yacni marka wuxuu ka wada anna yadqul fii cumuumi kitaab buu ka wadaa kitaab oo dhan buu marka tilmaamay fatanaawala saaxibu tarjamati alqaamuus markaasuu gacanta faraha ku dhigay kii turjumay qaamuusku soo qaaday wa awal maa waqaca nadaruhu caleyh waxa ugu horeeya markuu dictionary saa u kala kula furay waxaa ka soo baxay walhayshatu buuqii alfitnatu fitnadii wa ummu xubaynin marka ummu xubayn iyo fitnadu waa isku macno marka waxaa laga wadaa waa xashare yar oo cayaan yar ayuu asal ahaan tahay walaysa fi lhayshaati marka wuxuu leeyay waa qaamuuskii sheegay meelaha buuqa iyo yoonka uu ka jirana qiwaadun wax qisaasa markaa male ay fi lqatiili fi lfitnati macnaheedu waa maxay qofka fitna lagu dulo laa yudraa qaatiluhu cidda dishana aan la ogeyn wax qabada meesha male fatacajaba annaasu dadku waxay la yaabeen min mithli hada alistixdaar xusuustatan oo fi hada almowqif alxarij mowqifkan xarijka ah ee culays kale uu xusuustay intaha mulakhasan maxaa laga wadaa qisadan dabcan laba qabiil isku dhacaa la yidhi hana la heshiisiyay dhaheen nin caalim baa loo tagay ninka caalimki baa marka yimid markiiba dabcan markaasuu wuxuu ka hadlay masaladii uu ka hadlay
meeshan wax qisaas oo yaal marka malaha, wax qisaas oo marka yaal malaha. Sheekhi baa hadlaya, ninka qaadiga marka wuxuu yiri, hadda waxaan aad leedahay kitaab kuma qornay inaad markii la soo booday meeshan qisaas male, miyadu kutubtan kuma qorna? Markaas kitaab adduunyada jiroon laga helin min malaha. Marka isaga marka wuxuu ka la yaqli min kitaab, markuu leeyahy caam ahaan buu hadlay war ma kitaab ha. Marka wuxuu rabaa ninka kan inuu meel saaro oo noocan ma uu yiraahdo waxaa sheegtay qalad wey. Markaasuu wuxuu yiri bal kitaab sooma dhihinaha, waa kan dictionary ka soo saar bi. Yani marka wuxuu rabaa inuu yiraahdo inaad dhahdiba kitaab fiqi inuu ku gaabsoo, lakin wuxuu yiri marba haddaad tiri kitaab waa kan qaamuus. Marka isna wuxuu islahaa qaamuus dictionary laga heli maayo masale fiqi. Saa marka loo kala furo waxaaba soo baxdaba dictionary-giiba wuxuu tilmaamayaa in meelaha buuq uu ka dhaco heeshaadka iyo sawaxanka iyo haddii dadku ay ku dhintaan in wax qisaas aanan jirin, waan dadka loo kala qisaasin. Masaladan tabcan iyadoo faahfaahin leh bay kutubta fiqiga ku qoranta, laakiin waxaa la tilmaamaya wuxuu rabaa inuu kaga digo ardayga taalibulcilmiga meelaha buuqa uu ka jiro inuusan fariisan. Walaalika qofkii tagada meelaha licibka uu ka jiro amaba maanta buuqa uu ka jiro oo kale isqabqabsiga uu ku jiro oo ka jiro oo kale, dadku hadday isku dhacaan meeshaas wax yimaadaan dadkima loo kala qisaasay oo masale kale tiimu tilmaamaya. Marka qaaradku waa intaa attaxalli birrifqi, qofka inuu isku qurxiyo dhimrin uu isku biladay, ilzam rifqa dhimrinta iyo damacsanaanta laazim fi lqowli markaad hadlaysa, mujtaniban adoo ka fogaani alkalimata aljaafiyata kelimadii iyadu dadka kaa fogeynaysa ee dhaawacaysa, fa ina alkhataaba layina hadalka dabacsan walaalow ka bilowda, yataallafu wuxuu duntaa annufuus annaashizata nafta didsan ama nafafyaal haddaad jamcin lahayd ama marka sida af soomaali ahaana annufuusa nafta annaashizata ee iyadu didsan, qofka didsan qof noocan ma wax kale kaa aaminsan oo amaba noocan ma kan marun ila hadlo un ku haya oo aad iyo aad isaga dhanba munduq iyo diyaarsan. markaad hadal qurux badan aad ku tiraahdid qofki uu iska damcayaaba. waadilatu lkitaabi wasunati fi hada mutakaahira, adilada arrinkan ku saabsan hadday noqon lahayd sunno iyo alqur'aan iyo sunnadaba aad bay u badantay. atta'ambul arday waa inuu noqdo mid isagu waxa uu sheegayay iyo waxa uu samaynayo mid aad iyo aad ugu kuurgala ee ka fiirsada aan degdeg ku jirin. attaxalli inuu isku qurxiyo bita'amuli kuurgal, faina man ta'amala qofkii u kuurgala wuxuu rabay inuu yidhaahdo ama sameeyo, adraka wuu haleela halkuu u socdo. waqiila waxaa leeyahay ta'amal niyahu aad ugaga fiirsa, tudrik aad haleeshida waxaad rabtid, look before you leap to it. wacaleyhi fata'amal cinda takallumi, aad iyo aad ugaga fiirso markaad hadlaysa, bimaada tatakallam maxaad ku hadlaysaa, wamaa hiya caa'idatuhu maxaa kasoo bixi doona, halkan baad joogtaa, hadalkan maanta ma noqon doonaa hadal sidaas oo kale, hadalku waa margiye, meeshii la rabay ma ka haleeshay, ma ka abaartay, maqaamkan aad joogtay, dadkan lala hadlayo, arrinkan ma lagula hadli karaa, waa ciyaale ma fahmi karaan, waa dumare ma fahmi karaan, waa ragee ma fahmi karaan, inuu qofku u fahmo. wataxaraz aad iyo aadna u ilaali fi lcibaarati, qoraahda iyo saad u dooran lahayd, iyo waladaa'i kelmadda saad u gudbin lahayd, duuna tacanutin adoon ismashaqaynaynin, aw taxadluqin isku kalifayn hadalka, mashaqana ha isgelin, fasaaxay aftahnimo aanu ilaahay ku siinna, hameesha ha raaraadino maantanan dadka, waqtiga ha ka dhumin adoo kelmadeer ku sheegi kara maantanan inaad meelo kale soo martiso dhahda waa maahmaahaya iyo gabyaan iska jooji. wata'amal oo u fiirsa cinda almudaakarati, markaad mudaakare ku jirtid oo cilmi aad la mutaalicaynaysid qof aad mudaakaraynaysaan, kayfa takhtaaru alqaaliba almunaasib, sidaad u dooran lahayd qalfoofka u dhigma munaasibka u ah lilmacna almuraadi, hadalka ama macnaha la rabay inaad gudbisid, iyadan waa muhiim. wata'amal aad iyo aad uga fiirsa cinda su'aali saa'il, qofka markuu su'aal ku weydiiyey, kayfa tatafahamu su'aal, sidaa su'aasha u fahmi lahayd, calaa wajhi sida ninkan u socdo, xataa laa yaxtamila wajhayn, si su'aashu aanay u noqon mid iyadu xambaarta suurtagallo badan ama laba waji. yani waa inaad qofka kan markuu su'aal ku weydiiyo ma waxaad wala jeedaa baan leedahay su'aasha. walyaalika marka su'aashu lagu weydiiyo waxaa qurux badan inaad ku soo celisid, waxaan u fahmay inaad tiri sida iyo sida ma sidaba ula jeedaa. haddii laakiin qofka aanu ka hor joogin, haddii su'aashu sidaa tahana jawaabtu waa sidan, hadday sidaa tahana waa sidan, maxaa la diidayaa marka? maantan waxaa la diidayaa qof ahlucilmi baa tahay, taalibcilmi baa tahay, caalim baa tahay, inuu dhacdhac kaa dhaco wax aan lagu dirsanay inaadan gelin. athabaatu sugnaan iyo watathabutu hubsasho,
iyadana waa lagaga baahanya. Taxalla bithabaati, sugnaan, isku qurxiyo, isku billadaa, iyo watathabuti, inaad hubsatid, laa siyama uma ay sii jirto, fil mulimaati, marka duruufta adagu ay jirto, iyo walmuhimaati, waxyaabaha muhiimka, xaaladaha markii xaalad culus ay jirto oo kale, degdega yaree. ومن وحا كمد أمي وجوجي الصبر جكسي إيوا الثبات سقنان في التلقي مركا علمي هاد علماء كالقد كقادان يسد وطي ساعات إي ساعات كالغصو ورريو في الطلب علم راذين أو على الأشياخ علماء لك الراذي ساعات كأنه كالغصو ورريو جدول كالغصو النقض محايلا من ثبت قف كيف سقنا ذاي نبت قف كاسو مراد لاؤه بمعنى وحو النقض قف مركي النبات با مركا كإيمانيه waa maxay natiijadiisu gaaraya thamaradiisu gaaraya laakiin hadduu qofka degdeg waxaan helay alfaslu athani fasal kalabaat kayfiyatu at-talabi wat-talaqi hadaba inta marka laga soo baxay kadib dardaaran guud buu baahay kelimada aad arkaysaan laakiin haddan u dhaadhacayna waxa ay dadku ka filayaan kitaabkii inuu sheego oo ah cilmiga seen ku barta waa su'aasha ugu badan ee dadku weydiiyaan cilmi baan rabaa inaan bartee seen u baranayo kayfiyatu at-talabi ilma سيدا وحلو برطو أما طالب العلم سيدا لو برطو وضد الأمر والتلقي علمي سيدا مركا لو تلقي مركا الطلب وسيدا الرادين قفك وضد أمر لها تلقي نسوع علماء وقلسوا وريق لها كيف الطالب ما راتبه سيدا علمي لو طلب درجوين كوليه ما العلماء وحيد لهان من لم يتقن الأصول علمي أصوش يسأسل بوله قفك عن سجن حريم وحال لغا هو جاء الوصول إنو غارة دانتو لها هداد كر كبلاو ديد وأصل كي آدان كصب لان فاونديشن كي علمي قولي هدادان كبلاو ديد ماشا أدو سعوتيد يأديغا مركا واد كالفوغاني سامو ومن رام العلم قف كي علمي الضلب جملة هل مردو ضب ذهب عنه وكتغا جملة هل مردو كتغا يعني بمعنى وامحي هل مر هداد مركا آد تلاوحي وانا قادانيا وأنا ذي حيوان نبه هالمرة ما حربا بلاغة نحو صرف بل من تفسير مدري إيش طوان درسي هالمرة سوق هذا 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 هالمرة كوجوني علمي وقيل أيضا حكوا لي ازدحام العلمي علمي إنه سكوع يريري في السمع قفك مقل كيس وهذا درسي قبل درسي كلا ودرسي كلا ودرسي كلا هدي هالفن وياه مثلا تفسير وكلا وياه وكلا أما عقيدة وكلا وياه أما النحو وكلا والقرد لكن دور فن وكلا دون مضلة الفهم مضلة الفهم وهلك فهمك وكل منها مرك فهم كاك سوء فريستو هرتها شكو بادين وعليه فلا بد وحار لغمار من أن لغمار من التأصيل قندق يو التأسيس أساس ديك لكل فن علم والبو تطلبه أدى البيس هرت أسل كيسة كبلو بضبط أسله هذا أسل كيسة صغية يو مختصره كتاب لسوء قابي يساق الله وقري على شيخ أضو مركا كقالنا يا شيخ أسو متقين فنكا صغية من قفك استو شيخ ويلا شيخ ما هنا من فنكا يقان يعني من نحو إسقى وقتي ما كم با إسقى وقتي ما كم وين فهمت دوي لا بالتحصيل الذاتي وحده سلف استادي ولا غوض التحصيل الذاتي صار نعسي كل جاء هنا لمرة وآخذا الطلبة أظن مكة علمي وقاضنا بالتدرج ترتيب ترتيب مكة وحلا ديلا يا تحصيل ذاتي ونسمينا أنا مطالع عيادة حتى بضطي أو كلا إنه لوق أنت إسكت قال وإسكت سوف فهمه وما العجلة يسود دقي يستوي ولا ضط كان حشية جيه وحياه حتى بضطي تعال لقى مرة هل مرة مضو ضوب يا ويحنا مكال لح بحيانا لقى مرة محيا لي قال الله تعالى في القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا والقرآن أنه كلا جيني هو منجم سدتك سيح سلوني أدوا بس ونزلناه تنزيل القرآن كسدح لا تنسى فلا تنسى على قولين بوسودجي هل مر لم سودجين وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيبا ترتيلا قال هذا ربعين الدوران بيرحيل القرآن كان ما هل مر لو سودجين لكن إلهي في روحان وطلق لنا إن لا بتاضنا لو سوغه أو وحي أد حفدي سيد أد ويلي سيد ترتيب ترتيبنا قال تعالى وحيد وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته مر الأمانة ذاتك قراءة أما أمة محمد ذاتك أقرنه كتاب إلهي سيدة أي تهي وأقرنه معنى وامحي حق تلاوته وحي من كرت مرقو ترتيل جر لكن مرقو أي تهي أما شاء الله راه الله صار إتامة
فأمامك أمور دور الريموت باكورتال لا بد من مراعاتها وحاتنا هنجمر من إن لا دريالو في كل فن تطلبه علم البترادين يس دور الريموت إلى سؤال شنو بضن أو بضن أمر كدت كن ويديان رنتي محاضرة أباهن أيا وصورنا وحليه علميات برنا يساها أرمها صوص على الرأي كو حفظ مختصر كتاب جابا أو لسو جابي حفظ أو فيه فنكاس نحوها كان أغير عقيدة كان أغير تفسيرك كان أغير قاضي ضبطه أضع علمك السوقي على شيخ متقن شيخ سوقي شيخ يقان لكن شيخ هذا يسوي عجلت وكسو دقي استوى أن أي ككلا ضاصنتا هذا أكبر يستيو كل منا يا وح أصل كهدي أي ألف أحمال القرآن وكخل دمنا البقرة كما توصي ديه جدا عدم الاشتغال وين نكون مشغولين بالمطولات كتب تدادير إيو تفاريق المصنفات كتب القرآن يأدي يأدي مفرقة قبل الضبط أظن سجن كهر إيو الإتقان لأصله أظن حفظين أو أظن سجن أصل كيس إلا المذهب الشافعي يقول ليه كتب أصل ما شكل باللغة مركز أصل كسكتين بعدو قد بكتاب كتبتي كلا شروح ذا هاي مركز سدو قد بكتاب فقه المقارن كي الفقه المقارن نحوه كلا ما له لقب بالله بقى جرومي عمريد كواكب ما له حصل صامرة أنت ألفية ما له كلا ولا جاري مركز هلك كتاب باللغة لا تنتقل هكجوري من مختصر كتاب جابا إلى آخر متكلا بلا موجب يدو حكيني أني جير مركز هبود بود مانتن سكيبينج جمبينج جوج فهذا من باب الضجر كم مثلا ماركو كم يذهب نوعا ما نوع شيء ماركا دال ماشو كإيماني ستريس كإيماني وماركاو ماركا الضجر كو سيدا قفك إنو ضرامو اقتناص الفوائد إن أدقت قف فوائد ضبانايا إيو الضوابط العلمية إيو الضوابط العلمية يعني وام حاج بوغير وعين هذا ستاكو شكولير وأتكو قريت الفائدة ده وفائدة هنا ده مثلا مثلا شافي هدو صان بصاصة لولا جيدة كلمة صان بصاصة لولا جيدة إيه ما أركتي إنه ما شيء كوكو قرنتو كالضوابط العلماء بحين يعني وكلم مركة في فن الحديث هذا راويغن وراويغن وكوري وأساسة لولا جيدة ضوابط باجرته وأصولية وفقية وحديثية وعلمك السبع له ما لكو قر جمع النفسي للطلب إن السود ديارس علم الرياضين تمرك جمع النفس والسود ديارين والنفس الضاد إن الورس وعمين السود ديارس وهذا كلام ده سنين للطلب علم الرياضين تي والترقي فيه إن المركة قر وجوشي كعدد إيوه الاهتمام إنا دنيسد إيوه التحرق إنو كليل أكوغو للتحصيل علم دعسيق حماسة ضالق وضع مركب وإنا دو حماسوتا إيوه البلوغ إنا تقارت إلى ما فوق وحي كسر كتابك مركب تقبح دو وإنا هم يقاقو آدي هكسي قاق أسر هذا كان مركب تقبح كان بمبراني هرعو بسي سعود حتى تفيض إلى كسر الشبنتد إلى المطولات كتبتي إلى داريد بسابلة أضو مري وضع موثوقة الوكل سوي يعني وين محل وين النقطة enthusiastically وين أود أقرأ هذا تم كم كتاب كم بوجود كتاب كم بوجود بيع مركب وضفي عن بعض هسة آخر كم حد كسر دعي سا كتبتي ووينين لكن هذا كسر بودد هالكي هاسة وصار السعودية أكتب لاذد ألفية أكتب لاذد وأحيا بقى خطرت كمت وكان من رأي من العرب المالكي رأي سحوة ألا يخلط إن أوسن إسكدهن الطالب أرضيه في التعليم مركو أحبرنا بين علمين لبع علمي هاي سدح جلين لبع علمي كالدا ومعن هالمرحة سكو قادن لوفن two different disciplines سكال كال إلالي وأن يقدم إنو هرمر تعليم العربية وفي اللغة العربية هرمر إيو الشعر إيقابيه إيو الحساب حساب تعلم ذا برنجرين ثم ينتقل منه مركا سوء قد بي إلى القرآن القرآن كو قد بي رأي سكو الشيء وعيري وحن قد تالين لها بيرهرت اللغة العربية مالها صوت صار سوغانتي ده مالها صوص صار اتحيده ده قابقا هاي وحي لمدكا حسابت ومرخد دمنا فرائد كي لحال قيبين تي أدبا هندون تي مالها صوص صار كدو قرآن كهاء هذا بيض لكن تعقبه لكن وحا عربيو كدو التقيب ابن خلدون ابن خلدون كد يدوحر بأن العوائد لا تساعد على هذا عادته ذاتك عاداتك كالدوان يجري أرنكا أرن مركا مال دبولي كلامها أما كما عاوني ستبتو اسكو مدمة وأن المقدم وحال هرمرين يابيل هو دراسة القرآن قرآن كإن برتو وحفظه دوش لا يقيم لأن الولد محايا المهر ما دام في الحجر ما دام ولي ربتو يكجر لبربارين ولا هجا ولا أبابين ينقاد للحكم حكم كوحي لاشا وهو كان سمي فإذا تجاوز البلوغ لكن مركو قان قارني ماذا يدافع وشان يتمن إليح يتمن وقارو
صعبه جبره ان لا خصباي وادكت لكن ما انت معمولي كرتاي حد قرانك كبله هل كان مركه تم رايقا بصح يعني بمعنى شيخي شال درسي انكو سوقي وقينا شنقيطي شيخ كتاب كان نوقر شيخي سيئها طبعا حال الشيخ جلسات كيسة مركو ضدك علمي وبريو انو ليه جيري قرآن محفظان تهما يبحثو حفت يعني بمعنى هو محي مركي ويرتهي هدي اذن دوش قرآن كاقيبين وانا قرآن كي سي هل قراء اتكو اقرن كتسيب واناكسن واقرن كرتب شنت جزء هو صيص أما سدح جزء على الأقل دش عاد كيس مركات الصلاة كبحين سما ذي قاعد تكنس مركي ويرت طالب علم حقيقي إن نقطة هدارة إن قرآن كإن دش حقيقي يعني قرآن كإن الحفظ هو مهم غير مرك قرآن كإن لقب الله كاره هنا قفكم مركو يري هنا ويوناك سنت مرك والله أبابين كرا ولا شيء كرا أو حي ما نسي وقت وانتو قان جار نقض مركو تيجي نقض أو أفاق كلا أفرن تو قف مرك هورايزنز كلا لش قيني والنقض هو ما شيء كرا مرك حتى ماشي كبر الله بالله هذا كان مرك وهذا القروح بقى وأما الخلط في التعليم بين علمين أما إن لا يسكر دفور لا يسكر دهور لا يسكر دار لا علمية فأكثر إنك بضون سد حيشن فهذا يختلف باختلاف المتعلمين ضد كوي كوكا لدوين وحبراني في الفهم مركي تاجن تي والنشاط في فرعون ضد قف بإله فهمي إنتوسي سد حفر إسكو ذكر وفي فرعون أن صن إنه يا الله بو كي هل فني مرك ولا تعالي وروى من أهل العلم وحال جوري من يدرس الفقه الحنبلية الفقه الحنبلي ضد مركا علماء يو مركا ديجي جري فقه حنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين بيقول ديجي جري قوة باللغة والمقنع نوحي ديجي جري لمن بعدهم اللغة ككلا كسر رأي للخلاف المذهبي يضرب عدين خلاف المذهبي ثم المغني بهدنا لو قد بيجي للخلاف العالي إذا ضد الربا خلاف انت يعني ودو فقه المقارن ودو ولا يسمح وما أقلان للطبقة الأولى أرضضة مبتدئين تأه level 1 كا كلاس كوات ديغاني وما اوغراني ان تجلس ادرس طبقاتاس اني فريستان في درس الثانيه كوكل درس جود وهذا هكذا اساسي عندي دفعا للتشويش خصوصا مركا تشويش اسكو مركا اسكو يعسن انو ايمانين مركا خدي جير ادي كلاس كاس اد لهدا كلا يعني سيده ما انت انو دهن مثلا كلاس 1 ما ادي كلا ستاندر 2 موجود بكر ستاندر 3 موجود ستاندر 4 تدكو كلين حاله كان حساب قارو قاتا كنا فيسيكس قارو قاتا كنا مركز سيدا صوف كلا علمي قانا ما عندنا هذا كتاب بالأقلين يايو مثلا قفك إساقو قيبتي متدئين تكجر هدو هذا الخلاف العالي وفقية قطرت ذلك وعلم أقو أن ذكر المختصرات كتب تقاقابا شيء يستو إيفا المطولات هدنا اللي قوحي جينو كوة دادير التي تاسو يؤسس عليه الطلب لقو دول صلايو علمي رادين تي وتلقي علمي قدوم علمي مركز لسوق قدوم إلى جلسة وريج لدى المشايخ علماء تختلف غالبا ويكل دوانتها من قطر إلى قطر هو ضدكو جهوين كي والضمضة الدقيم في كل دوين باختلاف المذاهب يوضع هو عن مذاهب تكل الدوان وما نشأ عليه علماء ذلك القطر علماء بلد كاد كان وحي كبر بارون من إتقان هذا المختصر كتاب كان إني سؤال يو التمرس فيه إني إساق مركا أي آدياد أي مركا والله الاسمين دون غيره وآدي المركة أي نقدان ضد مركة ممارسة أولى مركة عليها مركة عليها مختصرات مركة وحاكوش وآدي كتابك طبعا طبعا صومالي أنا دكتهين السيدة قديمة وصح سنيد إن لاصل نقدان أي تهي تدكو على البري جري المذهب الشافعي وصوشيس على البري جري هل كسر لقب الله بدي ولينا علماء دي رواد وها ولي ويجوعان قارنوا إذا رحمة الله عليهم ويحيي كتجن ولي والهياء إن ماش أصل كلقب الله طبعا مركي صحوة ذا بالله وتكدي منه طبعا يضل الحنبارسين هي من منهج كي أما مذهب كي الحنبلي جن واتي حق الله أنا مرنا وحك الشيء ما يو مذهب إيه مذهب وأنتوا بقى وحي كترجمة يعني أما أي كحل يعني شريعة الله نسيد الله برنا لكن هذا ما يقولون هكا قدكتو هذا مركا الله هذا محان ربا مركا قوت الماء في الفقه الشافعي محان ربا ما دام مثلا أرضي وأرضي صومالي صومالي ودقيني هاي علماء ما يشدوك تاني فانكابي آدي أدوية قانا مركا ما دام هذا اللي كرت علماء دي مختصرات كادو شكاهي سأي تقين إن مذهب كشافعي وحوق أساسي وأدبرتيد مركا أساس أي سيدة أقوسة هلا كغنبرة اللي كرت علمي قوية هدي له هلي كره قف مذهب مالكية كوفة إذا كر من ألف إلى أي أضوضن كجوعان وحديده إمل
madhab xambali wax diidaya ma laakiin in adoo madhab xambaliyo weli aan fadhiyino min huna kitaab min huna kitaab oo isaga dhan isku dhex yaacsan inaad uga tagtid mid baaqaha min alculuum oo ishaysata culimadeedii iyo ruwaadeeda iyo rijaasheeda la heli karaay taa runtii waxay ka mid tahay aafooyinka weyn ee aanu geysanay waxayna ka mid tahay khaladaadka in la saxa u baahan wey walxaalu huna takhtalifu xaaladuna way kala duwan way ka duwan tahay min daalibin ilaa aakhar ardadu isku mid ma باختلاف القرائح فهمك يول باختلاف القرائح هذين نقلنا الذكاء يول فهم فهمك يكون كل دويه وقوة الاستعداد ديار جروجا وديس انتو لقيه وضعفه ديار جروجا ونقول كجرة وبرودة الذهن يمسكح ذو سيء قبو ذهي وتوقده يمسكح ذو سيء نقطة مسكح هذه الحماة سيسا مرك برودة أقفك مركو إسكاء نوعا ما لاف نسبة استيبيليتي يكون جرت مسكح سؤال يدو شقين هي مد متوقد الذهن ومسكح دي سؤال يدو شقين سو انتليجنس لا تالنت دا مرك باختلاف القرائح تالنتي يكون كل دوينه يول فهم حاجة فهمك يقوة الاستعداد وضعفه يسد من نوع ديار الربا عمر جيسب وكذا يكتباب كم من نوع ولا يا ما دام دا بوش تام بيكتها انت ما عرفتي وحكى لسمان لهد بل ما عرفتي kitaabkan ama cilmigan iska dhigaysa labada sano ma aragtay intii aad jaamacadda ka bilaabadno kadibna aadaba ka tegi doono qofna way ka tahay isku mid maamar faqad kaana talabu fi qutrina marka sheekh wuxuu u soo laabtay wuxuu yidhi annaga maadaama wuxuu ku siiyey janis wuxuu ku yidhi dadku way ku kala duwan laakiin annaga markay noo taagan tahay faqad kaana talabu fi qutrina marka la joogo waddankeena wajihadeedu wuxuu ka hadlay xagga jasiirada bacda مرحلة الكتاتيب مركز دكس القرآن كلا جسوا بدي والأخذ بحفظ القرآن الكريم أو قرآن كريم كلا برتكدب يمر بمراحل ثلاث أرض يقول في مرة سدح مرحلة لدى المشايخ في دروس المساجد دروس المساجد لغود دقايق سدح مرحلة ده مريج النور للمبتدئين كوا باللغة ثم المتوسطين كوا العنحاتك ثم المتمكنين كوا مركز التقي أو مكان صدي مركز وحن نوهر سردين أن سردينينو كتبتي كلا مركز بالله يا شيخة وفي التوحيد وكلام حن برنج النبي ثلاثة الأصول وأدلتها لبق القواعد الأربع سدح كشف الشبهات أفر كتاب التوحيد أربعة أفرتها كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب أشكال هذا في توحيد العبادة مركة لقها الله توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات مركة برنج المحن قادن النبي العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية ثلاثتها سدح ذن كتب للشيخ الإسلامي بن تيمية أشكاله في الطحاوية لوحي الجنجري ومع شرحها للقب وفي النحو مركي تاجن تهن الأجرومية أي قادن جنة ثم الحت الإعراب والحريري أقرأ ثم قطر الندى والابن هشام أقرأ إيه وألفية ابن مالك مع شرح على لقب ابن عقيل وليه وفي الحديث مركي تاجن تهن الأربعين النووي أي قادن الأربعين للنووي أي قادن جنة ثم عمدة الأحكام بن كوح جنجن للمقدسي ثم بلوغ المرام لابن حجر والمنتقى للمجد ابن تيمية رحمهم الله فالدخول مركي في قراءة الأمهات الست وغيرها كدب نوحة لقلجر كتبت أمهات الست اللحظة بخاري مسلم أبو داود ترمذي ابن ماجه نساء مركز لقد جر وفي المصطلح مركز لجوغنا نخبة الفكر والقادن جر بير كتابك أولي من حجر أوليه ثم ألفية العراق والوقت بير رحمه الله ست شاء الله وقبت وفي الفقه مركز تاجنا مثلا آداب المشي إلى صلاة كتابك أو قرر للشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم زاد المستقنع أو الحجاوي وقري رحمه الله أو عمدة الفقه لبضو المدبع للدورين جري أو المقنع للخلاف المذهب صلى الله برتوئي والمقنع للخلاف العالي وانصاشر عنه الخلاف المذهب والخلاف العالي ثلاثتها سدح ذا كتب حاسكال اللي من قدام رحمه الله وفي أصول الفقه مركي تاجد الورقات بالقادن جري أو للجوين وإسكالها رحمه الله ثم روضة الناظر باللوغ دير لمن قدام أولا رحمه الله وفي الفرائد مركي تاجد الرحبية لقادن جري مع شروحها للقبه والفوائد الجلية نوال القادنجري في التفسير مكة للجوغن التفسير من كثير بل القادنجري وفي أصول التفسير مكة للجوغن المقدم هي القادن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وفي سيرة النبوية مكة للجوغتان مختصرها هي القادنجري سيرة وأشكال الشيخ محمد عبد الوهاب وأصلها اللي من هشام بإسكالها وإسكا سوق جابي وفي زاد المعاد واللي من القيم نوال القادنجري وفي لسان العربي مكة اللغة العربية قد تاجنتها العناية بأشعارها قبيض إيسوغانت أي دريا لسينجري كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس قاموس كوالي الفيروز آبادي وأمارة أسكالي رحمه الله
وهكذا من مراحل الطلب ساي هان جرت مراحل الطلب هيرك لدون وكانوا مع ذلك وحتاوه لي وحي مركا يأخذون بجرد المطولات كتب تدارنا ولا سوق جابين جرين مثل تاريخ ابن جرير تاريخ مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما سي كتاب وقرأ ابن جرير كتاب كيسة تاريخ ابن كثير تاريخ ديسة ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله وحيحوق ساري جرين دي رد ساري جرين لبضى الشيخ كتب تأي قرآن وابن تيمية أردقيسي ابن القيم وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم هي أئمة دعادة أئمة ذوذة هي فتاوي ذوذة لا سيما ومسي جرتوا محرراتهم في الاعتقاد وحأي كقرآن عقيدة وحي كقرآن وهكذا كانت سيدا سيهدو مجالسهم مالها إفريان عامرة مدي عامرا في الطالب علم الراذين ومجالس العلمي مالها علمي اللي يسوقي ماذا فبعد صلاة الفجر صلاة الفجر مركلة كذا إلى ارتفاع الضحى إلى برق وككر نقضة ثم تكون القيلولة تكدمنا انت يا رايدو مال هرق المذير أيا كحرتو عند قدوسي هيدو قبل صلاة الظهر صلاة الظهر انت اللي تكنكر وفي عقاب جميع صلوات الخمس صلاة لها شنطة لم مركلة كذا تعقد الدروس دروس يبقى مركلة بلا بجري أيا مركي يبقى لقلي جري وكانوا في أدب جم وحي هنكوا آداب بضن وتقدير يشرفت بعزة نفس أي بعزة نفس نفق بنمدد أي ولدو من الطرفين شيخ أي أرض على منهج السلف الصالح وكنت رحمه الله تعالى ولذلك أدركوا سادرت بي حلالين وصاروا أي أهالين من حق وذحال وكم إذا هذا في عداد الأئمة أي مذكو والغتر في العلم ولذلك ده ولذا أدركوا ويحلالين وصار منهم حكى الصبحي وكم من نوذة في عداد الأئمة علماء ووين كوى الوتري في العلم جمع بها هذا غفير تربى والحمد لله رب العالمين مركو حولي أن قبي هل فهل من عودة مركة لا بشم الجستام أو لابنا إلى أصالة الطلب مركة كلمة ده هل كاسان كو استاجيني وحن كبقى يا إني إلى ديراته ما دام درسك اللي قدم بي وحن كلا إن شاء الله حد ما دام عن دول مرنك مذهب كحنبلي أو شيخ ويلان قدري كان كهرليا كان شافعي نوات المام الدون ناس إذا مركا الله بالله وإلى هنا بالله التوفيق.